وفي لقاءات خاصة مع التلفزيون المصري أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب أن انتخابات اللجان الخاصة بالمجلس جاءت في أجواء تعزز دور الحياة النيابية وتأثيرها الإيجابي في خدمة الدولة والمجتمع. القيادة السياسية وده برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي الملف بتاع الشباب برضه أهمية قصوى، والرئيس في كل خطاباته وفي كل تعليماته أو في كل توجيهاته بيتكلم عن الشباب ودور الشباب في الأحزاب في المجلس في الوزارات في المحافظين في كل محافظ في نائب محافظ وكون شباب. وطبعا سيادة الرئيس طبعا مدي تعليمات للجنة أو مدي تعليمات إن احنا في ملفات للشباب هتفتح الأيام الجاية وهتتناقش وفي قوانين هتنزل فيها كل الخير للشباب. النهاردة 25 لجنة اللي هي بلجان المجلس النواب اجتمعت في الميعاد المحدد دستوريا وانتخبت هيئات مكاتبها الرئيس والوكيلين وامين السر، وبالنسبه للجنه الاسكان تم ده بالتزكيه الحمد لله، ودي ثقه كبيره من زملائي اعضاء اللجنه في هيئه المكتب اللي ان شاء الله هنحاول نترك بصمه مهمه جدا في عمل اللجنه لأجل صالح الوطن والمواطن. لجنة الزراعة زي ما حضرتك عارف لجنة من أهم لجان مجلس النواب، لأنها الحقيقة مهتمة بالزراعة والري والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة على مستوى جمهورية مصر العربية، وبالتالي يعني اللجنة عليها أعباء كتير في دعم المزارع المصري والمنتج المصري من أجل تحقيق الأمن الغذائي المصري الذي يعد أحد مقومات الأمن القومي.